مها 35 سنة. فجأة أحست بالآلام في ظهرها، فقررت تذهب لمستشفى الملك فهد. الطبيب بعد فحص حالتها قرر إنها تتحول على قسم العلاج الطبيعي. وهناك الطبيب اطلع على أشعتها وحولها على إخصائي العلاج الطبيعي الذي أوضح لها أن هناك عدة أسباب لآلام الظهر، ومنها أسباب ميكانيكية، مشاكل فقرات، التهاب مفاصل، تشوه العمود الفقري، كسور. ولتحديد سبب مشكلتها بالضبط، أخذ الطبيب منها تاريخ الحالة المرضية، ومنها تقييم حالة المريض من حيث قوة ومرونة العضلات، تيبس المفاصل ومدى الحركة، ويضع الخطة العلاجية المناسبة وعدد الجلسات التي يحتاجها المريض، سواء تمارين علاجية، إبر جافة، لاصق طبي، أكواب جافة، كهرباء، وأحدث التقنيات العلاجية في عالم العلاج الطبيعي. لا تغفل عن ألمك، احمي ظهرك، قد تكون المشكلة بسيطة، إهمالك لها قد يسبب مضاعفات أنت بغنى عنها. مع تحيات مستشفى الملك فهد بالهفوف.